السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناخد فيديو جديد من أرض عزبة البرج. النهاردة بنصور من عش الكحلة البسطورة عزبة البرج، أحلى دوائر في عزبة البرج وأحلى حمام. الدوائر الجميلة اللي إحنا طلعناها. قبل ما نبدأ الفيديو انزل تحت دسلايك واشترك القناة وفعل الجرس. النهاردة هنتفرج على أحلى حمام معانا الكحلة، هو مؤسس العش. اتشرفنا بيك والله يا كحله النهارده، استحق وشرفنا بيكم يا رجاله. حبيبي يا كحله، ايه الجمال اللي احنا شايفينه ده والحلاوه اللي احنا شايفينها؟ تمام. ما كنتش متفاجئ ان انا اجي والله الاقي العش بالجمال ده. الله يصلح حالك. انت عاملين العش ده كام في كام من تحت؟ العش من تحت ده 5 ب 5 ومن فوق 6 ب 6. 6 ب 6 بخوارج من فوق. بخوارج من فوق. اه وعليه كام؟ العش ده عليه 25 متر وكان الاول 27 متر ونزلنا 5 متر منه. وطينا 5 متر منه؟ اه. نزلنا 5 متر منه. وطيتوه عشان الهواء وال لا مش عشان الهواء ولا حاجه، عشان بس الناس اصحاب البيت مقلقين والجيران يكون هو العش. اه يكون هو العش ولا يقلق ولا اي حاجه. وهتطلع الوقت وهتشوف العش متصمر ازاي، تصميره وتربيطه زي ما انت شايف من تحت، مصممه هو ضرايب وحديد. اه العش ده اخد 300 كيلو حديد. 300 كيلو حديد؟ اه 300 كيلو مشدود ب 300 كيلو حديد. آه، اللهم صل على النبي. غير الغزلات غير الوري اللي انت شايفه. طبعا لازم يكون مشدود شده حلوه. اه لازم يكون مشدود شده حلوه عشان الريح والحاجات دي. معانا محمد الحديدي. واحنا دهنينه زيت العيش عشان السوس الخشب ما يشربش ميه والسوس والحاجات دي. زيت ده مش دهان. ده زيت. زيت بس احنا بندهنه. بيدهن على الايد. اه بيدهن على الايد يعني كل اللهم صل على النبي. بندهنه كل سنه مره بالزيت. بالزيت زيت زيت بجاز عشان الخشب ما يشربش ميه عشان ما يسويش. العيش ده بقاله 7 سنين على كده. 7 سنين واقف. بقاله 7 سنين واقف على كده. اللهم صل على النبي. في كم ارضيه العيش ده؟ العيش ده فيه كم ارضيه؟ ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربع ارضيات من فوق. اربع ارضيات من فوق. اه. هنتفرج النهارده على دوائر جميله. معانا محمد الحديدي بام دمياط. وشرفنا يا عم محمد. ومعانا الشاب يوسف دمياط برضه حبيبي اللي منورنا. هنتفرج النهارده على الدوائر الجميله. هنطلع النهارده نتفرج على تعالى يا حبيبي اطلع. خشب اللهم صل على النبي. معلمين بيصمروا معلمين عزبة البرج. ده أول طابق. ده اللي احنا بنفرق منه اللي هو بيفرق منه المساويد والفتاشله والنحس والحلبيات والبوص وال بسم الله ما شاء الله. زغلول عاوز ايه يالا؟ ها؟ والقرنطليات والحمام.
البوز والكحل كحل السود كحل السود الورقة اللهم صل على النبي كل حاجة تحفة يلا ده تشرك انت منه تشرك منه عايز اغلله اهي لو سمحت كده شوف محصلين تحت جنبهم تحت الزقاق الخاصة بتاعه مبتقعوش الا الكرة حبيبي هنشوف من هنا يبقى تغليل صور كل صفحة لازم الصفحة تبقى هنا عشان الهواء الهواء والريح والحاجات دي ما يحش هنا حاجة منهم غير الهواء والحاجات دي هنتفرج برضو على الحافة فوق موصلين هنا مياه مياه ونور وكله في هنا مياه ونور ونور الخوف ده عشان تمسح منه عشان بدل ما تشتري الجهاز طبعا متطابع او كده ومفاتيح الكهرباء اللهم صل على النبي يعني حاجه في قمه الجمال والله على لسه الطبق اللي الاخير فرخ تانية غير العيشة اللي احنا كنا فيه وبوص وشكاشنا صفر وقطيفة ورحينة ادخل دي فرخنا دي طلع الزغليل دي في الهواء ده فرخنا ده بنرب منه الزغاليل دي بنرب منها بوصه اهو اللهم صل على النبي اهو وصلايبه ثانيه اهي سود بيرموا طحينه اهو بيرموا طحيني ده صلايبه سود اهو الزغاليل برضه بتطلع في الهواء دوت اهو الزغاليل اهي بالصلاه على النبي قدامك اهي سود اهو سود وطحينه اهو دي زقنا دي الحصى تحته جنبه اهو شوف الحصى جنبه اهو الحصى جنبه برضه زقاق وشكشلة تانية هي شكشلة صفر والروحنا والقطايفة والعنبرة وشكشلة صفر هما دول شكشلة صفر مشكل برضه ده اللي بنفرخ منه ده يا عم زي حمام حوض هنا والمبولة المكان يعني والله كان صاحب الداين حبيبي نصور النهارده في المملكه بتاعتك حبيبي كان نصور النهارده في المملكه بتاعتك في عزبه البرج صاحب الداير قاعد في اليونان مش قاعد معانا هنا حبيبي كان الله يبارك لك هنتفرج برضه على في الرف تحت على الذكوره متبوب عليها في الرف تحت ده فرخنا اهوت قبل كنتوا اهوت والداير فرخنا دوت على البحر اهو هنفتح احنا الحمام دلوقتي وفرخنا اهوت شوف شكله اسود لا شوف شكله اسود شكله اسود وفرخنا اهوت بداير قطم هي حمام على كيف كيفك يعني حمام مصر كله حمام مصر كله مصر وزراء استراليات عامل عالي اهو
بتاع اللهم صل على النبي. اه حمام وابلع تاني اهوت، ابلع اشرب وانجر اهوت. ده من فرخك ده، ده فرخنا كل ده فرخنا دي، اللهم صل على النبي. ده فرخنا فرخنا كل ده، وعنبرنا اهوت فرخنا برضو. ده كل ده شباب، كل ده شبابنا في طول السنه، شبابات السنه. اه كويس عدنا منه اهو، عدنا منه كذا باب اهو، وفوت هنا اهو. اغلبيه الحمام ده كله اخوات، مساويل برضه فوق، مساويل ده برضه فوق. ده الحمام ده كله مخلص، كله مخلص، ده كله ده فرخنا السنه دي. وفوت هنا اهو برضه مساويل، كل ده فرخ السنه دي. وعندنا قرنفل اهو فرخ برضه، ده قرنفل كل الحمام ده فرخنا. قرنفل اهو فرخنا، كل الحمام هنا من فرخ، من فرخ. وده الكحل السود دول فرخنا برضه، الكحل السود اهو فرخنا اهو ما شاء الله، كل ده فرخنا. وفوقه تاني برضه برضه نفس الباب، كلها ابواب واحده، ابواب واحده نفس الباب اهو. ده برضه كحلك اهو برضه، ذكر برضه في ال عندنا هنا البياض برضه، والبول الصوف اهو، البياض برضه والبول الصوف. هو كله حمام ناشف يعني، يعني حمام كله على قبل اصفر اهو، قبل اصفر. وفول عنبراني سود اهو، ده فول اسود، فول اسود عنبراني، فول اسود عنبراني اهو جديد ده. انا اول مره ان انا اشوف حلب احمر اهو برضه كده. باب هو الحلبيات الحمر بالطقم بالشروال والبرماطه. عندك انت كم ذكر هنا؟ عرفت. عندنا هنا بتاع 80 90 حمام على الرمل، كل نوع هو نفس برضه الباب، هو الباب هو الباب ده اللي هي الحلبات الخضراء، الحلبات الخواجه اللي هي الخواجه الخضراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا باشا، اصحاب اصحاب الداير اهو، ده الخواجه، حلبات الزرق الخواجه. لا لا، وده برضه زقنا اكبر، زقنا اكبر. ابن ايه بقى ده؟ ده ابن استراليا سودا واكبر، عشان يرمي الحمام الناشف، عشان يرمي الحمام الناشف، يجري يجري المسافات الطويله الطويله. وبرضه كده قد هنا حمامه يعني، بسم الله ما شاء الله شبعانه وواقفه. ده برضه الابيض ده واقفه جميل، ده يتنطط حجري، ده حجر ابيض، حجر ابيض، حجر ابيض. اللهم صل على النبي. وزار احمر برضه فرخنا، كل الحمام ده فرخنا احمر وزار، احمر وزار من فرخ العيش. احمر وزار بقوصه بيضة، مخلص كل الحمام ده مخلص. الكوره دي كلها الكوره، ده الكوره بتاع السنه دي، دول دول بتوع السنه اللي احنا فيها دي، احنا فيها دي. وصابونه اهوت فرخنا برضه، احنا اللي عاملين الفرخ دي، كل ده فوقنا الحمام ده كله فوقي. وال والسود الاسترالي ده انا اهو، والحمام ده اسود، ده اسود استرالي فرخنا برضه، كل الحمام ده فرخنا. وتاكسي سود اهو فرخنا برضه، كل الحمام ده زعلان. هنا في السود الحمام اللي هنا ده بقى من ده فرخ ده لسه ما خلصش، ده لسه ما خلصش، لسه صغير. ده بتاع ده لسه بتاع نص السنه، ده حمام لسه ما خلصش في العيون، لسه ما خلصش في العيون، لسه نقلينه في العيون قريب، لسه نقلينه من الاكواس للعيون. كل الحمام ده بتاع السنه مخلص، السكاكه الطويله. دلوقتي هنزق الشبكه، في برضه عيون في الجنب الثاني، في الجنب الثاني هنطلع معاهم. كان الرف ده كام كام؟ الرف ده 5 متر 6 5 متر من الجنب ده، الرف ده من هنا من الجنب ده للجنب ده 5 متر من الجنب ده، من الجنب ده للجنب ده 5 متر للجنب ده 5 متر. ده مبنى، ده ابن فيها بوص على ذكر مشمش، رامين الفرس يا فرسي، ابن فيها بوص على ذكر مشمش، رامين الحمار ده، رامين الحمار ده. وده صابون اهو، ده صابون برضه فرد، صابون طلع عندنا برضه من فرخنا برضه، كل الحمام ده فرخنا. وده بلا اصفر اهو فرخنا برضه طلع عندنا، باب البول الصبح ده فرخنا برضه. دي بواب عندك؟ ها دي بواب عندك؟ بواب الحمد عندنا كله.
قبل اصفر عفر ذكرى. بيتنطى اصفر ده ولا سكروطة؟ لا اصفر. ده بيتنطى اصفر. ناس تقول على سكروطة وناس تقول على بلا اصفر. اللهم صل على النبي. في اللي هنا الامريكانيات الحمر والحلويات الصفر والباب ده طلع عندنا برضه احنا مركبينه عندنا ابن بوص ومزرزر. بيرمي لنا الباب ده ابن بوص على مزرزر. على مزرزر بوص طويل بيرمي القصير الطول بس اللون لونه امه اللون لون بوص. لكن الطول الطول طول مزرزرات. الطول طول مزرزرات. اللهم صل على النبي. وده استغل اسود وده طلع عندنا برضه الاسود ده ابن اغبر واستراليا سوداء. بيرموا السواد ده وبيرموا الغبر. وده حلب اصفر في هنا برضه فوق. فوق لسه. إيه. وده حلب اصفر طلع عندنا ابن حمر. ده بابنا برضه. وده هنا صحة طبعا. ده نصحة. ده اصلا ما اشوف مصفر. وده حلب اسود اقرعب. بيتنطق في المجال يا مصراوي. ده مصري. ده طلع عندنا برضه ابن قرنفليه وحلب ازرق. اللهم صل على النبي. بنجيب اللي بيجيب لي الباب دي هو هات الفولي الاسود. الفوليات السوداء. وده شخشخ اصفر طلع عندنا برضه ابن نصوف. شخشخ اصفر بس من غير قصه صغيره. شخشخ الاصفر. شخشخ الاصفر شكلها وجمالها. اللهم صل على النبي. حاجة كل الحمد ما شاء الله كله حمد بيستوعب في منه اللي هنا اللي ابواب البلء والابواب وفي منه هنا الاستراليات في انواع برضه. اللهم صل على النبي. وده طلع تركيبه عندنا مركبينه ابن استرالية وعبس اسود. ده ابن استرالية على عبس اسود. هو زقه طلع كده. بس طبعا في البطل حربي. حربي بس فرده نصح قوي. نصح. الفرد ده مهما يبعد او كده. لا فرد نصح وفرد جدع. حام كله جدعان ما شاء الله. كل الحمد اللي احنا عاملينه السنه دي. الفولي الاسود والحلبيات الصفر. وده فول اسود بالطقم ملحي. ملح بيتنطق فولي حر. فولي حر اسود. انا ملح ببرناطه وعظمه قصير. اللهم صل على النبي. وهنا في كشك ازرق. كشك ازرق. هنا وهنا تكسى كتير من جميع الانواع تشوف. تكسى احمر. تكسى احمر اهو. واكحل اسود اهو. اكحل اسود. الحمام ده الوقت احنا هنزق عليه الشبكة. هنطير ده نزق عليه الشبكة. هنفتح. هجيب لك اللي بيطلعوا معاهم. سايبهم معاهم من تحت ولا هيطلعوا من فوق؟ هنطلع لهم. ده تاكس احمر. تاكس احمر. وده مشمشي. الشبابات ديت هنتفرج على حاجه منها. دول انا ما دول بقى مش ينفعوا يطيروا عشان انا حبستهم دلوقتي. ما دول هيطيروا قبلهم. دول اللي هيطيروا. عشان الحمد بتطير بالمعادات. يعني دول اللي عليهم يطيروا. دول اللي وقتهم ده الوقت يطير. دول وقتهم يطير. وده هم اما نحبس دول هنطلع باولى غير دول. باولى ثانيه غير باولى غير الحمام. طب انت فاتح لي كام فرد دلوقتي هنا على الله؟ دول هيطلعوا ان شاء الله باذن الله باللي فوق ب 80 حمامه. 80 ذكر او 80 ذكر. هو فتح لهم على تحت الشبكه. وما نطلع فوق دلوقتي نتفرج على الحمام اللي فوق. هيزق الحمام اللي تحت مع الحمام اللي فوق. الهواء جامد قوي هنا. يمكن الصوت مش واضح قوي بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعلي صوتنا عشان تسمعونا. العش مشدود حديد واير وعشان الريح طن و 300 كيلو حديد في العش هنا. يعني زي ما احنا شايفين كده لافف العش داير ما يدور من هنا ومن هنا ومن تحت. هنطلع فوق نتفرج على الغياء وهو من فوق واحنا بنفتح له. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. من على الدار ده سكري وده بلعين حتى اهوت. هنتفرج عليهم برضو من هنا. البول دي من زقكم من ده زقنا تا ده مش زقنا حتى في الدبل اهي. ده فرخنا ده فرخ كل الحمد فرخ. اللهم صل على ابلعين حتى اهو. اللهم صل على النبي. برضو فرخنا.
الكوبرا دي بنت استرال اسود. استرالية سوداء واكبر. يرمو جت تكبر. اه. لكن هيئة استرالي. هيئة استرالي. ما شاء الله ناصحين عندنا قوي. اه باب ناصح. اه. وده حلب احمر بابنا برضه كله تحت. الاخوات اللي تحت الخلخال. والبرناطة والخواجة. اه. والدرل الابيض الورقة. ده كل الحمام ده زي. حمامة جميلة. والشخشخة الاحمر دوت والاصفر اللي تحت برضه زي. اه الشخشله عمره عمر اخوات الشخشله اللي تحت اللي احنا متفرجين عليها. اه احنا متفرجين عليها كل دول اخوات. صلى على النبي. واسود برضه استرال اهوت مدفع ده برضه اخوات اللي تحت دول. ده رمايات ده. اه الحمام ده حمام بالصلاه على النبي رمايات كله. اه حمام مفيش كلام. السب يمشي بالكيلو. اه ده حمامنا ده. ربنا يبارك. وصابونه برضه اهو. صابون ملح برضو اخو طلع كل ده فرخنا. ده فرخ. الاطماء الوش الداير ده كل ده فرخنا. اللهم صل على النبي. اه. وده زاجل اهو فرخنا برضو. فرخنا ده برضو. زاجل في نظر فرخنا برضو. الحمام ده بيمشي. آه. يعني بالمسافات. اه. اللهم صل على النبي. وده نفتح له هنشوفه. عامل كم باب هنا انت تحت. كذا باب هنا عندنا يطلع بتاع. اقول لك مش عارف كم بيطلع الزقاله تحت كله. لا الابواب اللي في العيش اللي بقى عندنا هنا فوق في العيش ما شاء الله يطلع 200 حمامه 200 باب 200 لان الداير وده برضه زقنا البياض ده برضه زقنا ده فرخكم هنا برضه. اه الحجر كان عالي العيش ده 5 متر وكنتوا بتعملوه في الهواء والحاجات دي. ما احنا نزلناه عشان الجيران والدنيا. وده برضه فرخنا فرخنا برضه الحجر دي. اه ده ابو طرطور اللي تحت برضه. اه بس ده الوحمه والتاني وحمه. اه حمام الاصفر. آه. الكشافات انت عاملها هنا ليه يا كحل؟ عشان النور بالليل نحبس عليها ونسرج عليها. بتحبس على الكشافات دي. آه. العش هنا في قلبه اللهم صل على النبي الكشافين و10 لمض 10 لمض داير ما يدور داير ما يدور تحت لمض اهي في العش اهي ده ما يدور بالليل احنا على الحمام. الحمام ده تماسي. اه بيبقى في تماسي وكده بيجي صار على الحمام يعرف صار عليه. وهنا كذا جزء بنفرخ منهم برضو اللي ولادهم تحت برضو في الخماس. في الخماس دي باب الحلبات الحمراء اهوت وباب الكنظرات وباب الزواج اللي في نظر الساجل ده يعني كل الحمام ده زقنا بسم الله ما شاء الله. الداير ما يدور الحمام. اه ده عيون زي ما انت شايف العيون كلها داير ما يدور جميع الانواع والاشكال. آه. البلق والصوافه والحلبيات والاسترابيات. انا قلت لك ده حمام السنه دي اللي انا قلت لك الشهابات ده حمام السنه دي. كل الحمام ده كله كبير عندي ده الصف اللي فات. اه يعني الحمام ده بايت بقاله كذا سنه. اللي في العيون ده بايت كذا سنه. كل اللي ورتهم لك دول واللي تحت شهابات السنه دي. اهم حاجه في الموضوع هنا ان يعني العيش على قد ما يقدر هم مكترين في الحاجات دي يعني طن و300 كيلو لان الهواء هنا انا هوريكم المنظر وقت من فوق الهواء هنا صعب قوي يعني كان كمان اعلى من كده 5 متر. اه نزلناه السنه اللي فاتت لان هنا داير ما يدور البحر والبحيره وعزبه البرج طبعا. اه انا اتفرج الوقت على الاولاه وهي بتتفتح لها بشهابات السنه دي. اه بشهابات السنه دي يعني الشهابات اللي تحت على الرف هيفتح لها مع كام ذكر من هنا بس هنتفرج عليهم. شهاباتهم اخواتهم برضو متربيين معاهم بس دول متربيين فوق ودول متربيين تحت. اه يعني دول كنتوا انتم مربيهم تحت ودول متربيين اللي تحت متربيين تحت ودول متربيين فوق وبيمسكوا مع بعض ويمسكوا مع بعض وكل دول يحطوا. آه. فوق وده يحطوا تحت. مقالب كلها حديد مفيش الا النواصي ومعمول لها شعرها وكله بكرات معمول شعر عظم. اه مش معمول احبال. لا شعر عظم. والشعر ده جامد. ده جامد ده بيصد شعر جامد. بيصد التونه 200 كيلو. ده بيشيل التونه 200 كيلو في البحر طبعا هم يعني صيادين ف وعيش الفرد فما فيش حاجه هتعلى على المكان هنا. هوريكم المنظر من فوق. اطلع كده يا يوسف صور المنظر من فوق من هنا. الاولى دي
والجو صاف وعدل كده كده هتعمل حمام يوسف فرات اهو. هم هيمشوا برضه مع حمام صغير بيمشي مسافات جامده الحمام ده والله بيخش ده مسموم وده سنهم سنهم وخلي بالك ما هوش معادهم ده انا بفتح لهم الساعه 2 شابين اللهم صل على النبي. دي الأولى الأولى ده حمام السنة دي لسه نفتح طبعا الأولى الثانية بعد ما نحبس الأولى الأولى دي الحمام اللي هو الصغير برجع احطه باكلف الحمام ده كله بتشعير الضرب ده اهو تشعير الضرب بدين عيار يبقى عيار كل الحمام زي بعضه دي تشعيرته دي التشعيره بتاعته والحمام دي كلفته وتشعيرته دي مره واحده ما عادش ياكل غير دي مره واحده ما عادش ياكل غير دي ما عادش ياكل غير دي يبقى كل الحمام موزون ميه واحده كله طير ميه طول واحده واللهم صل على النبي المكلف هو متصمر متصمر مكلف جوه منها ياكل فيه ومنها يقف على كنتر ومنها يطلع يقف عليه بالليل والميه ما فيش مسائف العيون الميه زي ما احنا شايفين مسقتين كده مسقه هنا اهي ومسقه هناك الجنب التاني الحمام بيفتح له بينزل يشرب في الارضيه ويطير الحمام ما بيشربش في العيون يعني كتير من الناس مثلا بيخدم مثلا يقعد ياكل حمام في قلب العين ويمسقله في قلب العين هو بياكل في العين بس ما بتمسقلوش في العين يعني هو بينزل في الفرش متعوده انت متعود ينزل يشرب في الفرش ويطلع كل فرد على بابه الكحلة برضو يعني تاريخ في الغية بقالنا 30 سنة الوقت غاويين حمام وانت اللي مؤسس العش احنا اللي عاملين هو العش هو اساس البلد هو اللي عامل عش ده اساس البلد السلطان كسدير هو اللي عامل هو مؤسس دوار دمياط الكحلة دمياط وغير دمياط كمان وعزبة البرج ويأسس وبيعمل دوائر اللهم صل على النبي يعني ما يرفعش دائر في الهواء هنا العلوي ده قال لما يكون يعني بمعنى الكلمه راجل معلم اسمه يعيش سيفه ده الصغير ده السيوفي ابن الكان صاحب العش محمد عمر الدائر الاسطوره اسطوره الاسطوره الصغيره دي ربنا يخليه لكم يا رب وتطبق دلوقتي هنحبس الحمام طير لوحدك هنحبس الحمام دلوقتي وهنفتح الحمام الثاني هنحبس الدكوره اجت اهي اجت من الجنب الثاني هنحبس الحمام دلوقتي ماسك اهو بص هو كده اهو جايب بعضه هنحبسهم وهنفتح للغايه الكبيره الحمام الكبير دي الشبابات هنحبس الشبابات دلوقتي وهنفتح لل كفايه متعه المكان كفايه لو زاد شويه كل دول تكفوا الحديد برضه بعيش وده طبعا النور عشان النور بتاع العيش شوف كده يمكن نضرب مقلح سبعة طائرة أسامة
المكلة. الثانية وهي بتتفتح لها وهنشوف بقى جمال الحمام هنا حمام التماس ده اللي احنا بنتفرج عليه. الحمام بيفتح له بينزل يشرب من المسائل اللي في الارض، ما احنا قلنا مفيش مسائل في العيون. هتفتح لكام بكره يا كحله؟ هنفتح لهنا ولتحت 130 واحده. 130 اوله ثانيه غير الاوله اللي انت كنت فاتح لها. بيرموا لك الاشكال اللي تحت. اللهم صل على النبي. الأولى الثانية Thank you.
ديت في معدل بتاع 300 ولا 300 واكبر فرد عندنا اهو 300 ويضك اقدم فرد. الفرد ده عنده 18 سنه. 18 سنه الفرد ده اقدم فرد عندنا في العش من قبل العش ده بكتير. بقى 18 سنه عندنا الفرد ده. ده يعني اكبر من يوسف اكبر 18 من سنه الفرد ده بالظبط. عمره 18 سنه ده ولا حد عمره حط على ظهره مقلب. الفرد ده من يوم ما ايه يعني ده من تاريخ الغيب. بقاله 18 سنه اللي راضين نبيعه ومعززينه كده حابسينه ياكل ويشرب وينام. الفرد ده سميله جده. برضه جميع الحمام الباكستانيات والبيبيات كلها زائلة. السود دول والانجليزيات دي كلها زائلة. العظمات الكبيرة دي كلها زائلة. بس شوف عن ملحيه وعن بكمه. عن ملحيه وعن بكمه اهي. عن بكمه وعن ملحيه اهي. ده زقنا دي اهو. ده صغير ما هوش كبير الفرد ده. بس هو اللي عامل كده جثه كده. ده حمام كبير. وهوريك الوقت هوريك الوقت ابوه. هنزل اجيب لك الوقت ابوه. ده اهو ابو البيبيات اللي عندنا كلها من كبره عامل ازاي وبالصلاه على النبي تحته عياله بيزق وعامل ازاي. تاريخ ده تاريخ ده هو اللي عامل الحمام ده كله. البيبيات اللي عندنا يعني بقول لك اكيد الفرد ابن حمام كبير. يعني ده مترخ كده. ده عنده كام سنه ده كحله؟ ده بالصلاه على النبي بتاع عنده بتاع 10 سنين. كان طاير هنا برضه اول ونزلنا فرخناه. هو اللي مطلعنا البيبيات اللي عندنا دي كلها. ناخد النصيحه بتاعته. اخدين النصيحه بتاعته. يعني الوقت قلب بغداد لي. شوف بقى عامل ازاي هرم اهو. اللهم صل على النبي. وريشه اهو فرد يعني. وكان طاير ده كان مطار. كان طاير هنا الفرد ده وكان ليه باب.
نزلناه طلعنا اكتر من 30 فرد هنا طايرينهم اللهم صل اولاده، وبجيب الابيض وبجيب الاسود وبجيب كله بقلب بيشكل الفرد ده. وبالصلاه على النبي شوف كبره ما بيفرقش ولا بلد. كل حصاه كله في قلبه ما بيبقاش حصى فاضي، ما بيبقاش في حصى فاضي على كبره ولا حاجه الفرد ده. اللهم صل على النبي. وشه عامل زي الهرم حاجه وطلع جوز الزغاليل جوز الفرد ده تاريخ. ده ابو الحامل اللي عندنا اللي بياكل ليه ربنا يبارك لك. الله يصلحنا على تحت. كان النهارده يوم جميل طبيعي هنا والله، حمام. وانا اول مره اطلع اشوف حمام وذره جميله كده واولاد جميله من عزبه البرج. احنا اتشرفنا. الله يصلح حالك يا اخويا، الله يصلح حالك. وانتوا شرفتونا يا رجاله والله، ويوم سعيد والله علينا وعليكم. الله يبارك لك يا كحلة. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس. من عزبه البرج النهارده كنا بنصور. تحياتي لكل متابعين مشتركين القناه، قناه يحيى عدنان.